يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، واهلا وسهلا فيكم بفقرتنا الحواريه الاخيره لليوم، واللي هي مضمونها العلاج بالزيوت العطريه. ربما اصبحت هي طريقه علاج قديمه نوعا ما، ولكن عادت بالظهور حاليا بسبب الثقه المتعاظمه من قبل الانسان بالعلاجات الطبيعية. اليوم مضمون حديثنا للحديث عن الزيوت العطرية وطريقة العلاج بها هي مضمون الفقرة. الحديث عن هذا الموضوع بنرحب بالأستاذ المعالج سمير شكوها. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك وصباح المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا فيك. يعني كان غدير عم يذكر أنه هيدي الطرق العلاج هي تقليدية وقديمة، لكن عادت للظهور مرة تانية بسبب الثقة بالعلاجات التقليدية والعلاج الطبيعي بشكل عام. خلينا نحكي عن الزيوت العطرية، كيفية المعالجة فيها بداية. طبعا الزيوت العطرية بتحوي على مواد كيماوية لها تأثير فعال في معالجة طبعا الفطريات والبكتيريا والأمراض المختلفة. طبعا في عندنا نحن مثلا ماء الزهر. ماء الزهر طبعا هذا مثلا كنا نستخرجه قديما من مئات السنين، هو ماء الورد، واستخدم سابقا في العلاجات الطبية ماء الورد وماء الزهر. بس بيختلفوا عن شيء عن بعض استاذ؟ يعني ماء الزهر هو مختلف عن ماء الورد؟ طبعا في مختلف. يعني الزهر هو مثلا زهر شو؟ زهر ال عندك ماء زهر، زهر الحمضيات، الحمضيات طبعا بتشمل عدة أنواع. يعني كل أنواع الزهر تقصده؟ لا، ماء الزهر بس زهر الزفير، زفير فقط. أما ماء الورد، ماء الورد بيحوي على ورد الجوري والنيساني. الورد الجوري هذا بيطلع بأيام الربيع بشهر نيسان، من آذار إلى نيسان. أما النيساني بيطلع فقط بشهر نيسان. طبعا هدول فيهم كذا مواد عطرية، وفي بتتعالج أمراض مختلفة خاصة الأمراض الجلدية والداخلية. حلو. طيب قبل ما نتعرف على أنواع الأمراض اللي بتعالجها، خلينا نحكي عن كيفية استخلاص هذه الزيوت. ذكرت أنه بنيسان، يعني في فترات معينة من العام من السنة قادر تستخلص منها الزيوت، سواء ماء الزهر أو ماء الورد مثلا. هلأ نحن بشهر آذار كل عام، يعني من 20 ل 25 شهر آذار يعني ببلش زهر الزفير. طبعا هون حسب الظروف المناخية، أحيانا ممكن يقدم أحيانا ممكن يأخر الزهر. بهالفترة هي ممكن استغرق 20 يوم الزهر أو أكثر أو أقل حسب المناخ عندنا هون بالساحل السوري. هدول نحن بناخذ زهر الزفير فقط وبنحطه بوعاء، هذا الوعاء بنسميه كلكة. بيتم عملية التبخير. طبعا ضمن الوعاء بيكون في موجود ماء وزهر، وفي قمع. هذا القمع بيكون هذا عملية تبريد في مي باردة مشان عملية التكثيف. طبعا نحن هون في له معايير، يعني استخراج ماء الزهر له معايير. طبعا الكيلو الواحد بيستخرج منه لتر واحد ماء زهر فقط. طبعا هذا بيكون جيد جدا، ممتاز، من النوعيات الممتازة. طبعا يعني كيلو زهر كيلو يستخرج لتر فقط. يعني وغير ذلك هذا طبعا نوع من الغش. في عالم بتسحب لتر ونص من الكيلو او اكثر، طبعا بيكون تركيزه خفيف، بيكون المواد الزيتية فيه قليل جدا. اما وقت بتاخذ انت من الكيلو لتر واحد فقط، بشوف في كثافة بالمواد الزيتية. تماما. نحن يمكن هون لازم نعرف كيف نميز بين النوع الممتاز او الجيد والنوع المغشوش، خاصة انه في كثير مواد تجارية وعم تم بيعها بالاسواق على انه نوع جيد. نحن كيف هون كاشخاص بنقدر نميز بين الما زهر او الما ورد الجيد عن المغشوش؟ طبعا ماء الزهر غير مغشوش، طبعا بشوف في مواد زيتية وجه، يعني أيوة زيت، مثل الزيت. ايوه الزيت بشوف فيها القنينه، يعني من سفل القنينه الى فوق بشوف فيها كذا مواد زيتيه موجوده، وحتى وجه القنينه بيكون في كثافه غير طبيعيه
بالمواد الزيتيه. طبعا هذه ما حد بيخليها بهي يعني بتم ازالتها بيشيلوا ما بيصدوها على الخارج. في ناس كثير بتسحبها وبيحطوا اسانسات. اسانسات طبعا بشوفوا حتى الماده الزيتيه بتكون واضحه بسفل القنينه من السفل الى الاعلى. حلو. حلو. طيب استاذ سمير خلينا نحكي هلا عن الامراض اللي بتعالجها الزيوت وكيف بيتم هيدا الموضوع. هلا عندك ماء الزهر، اذا وضعنا قليل من خل التفاح مع ماء الزهر بيعالج الكلف. الكلف عملية المعالجة علاجات تجميلية. يعني ايه تجميلية بيعالج الكلف مثلا. قليل من ماء من يعني ماء زهر مع قليل من خل التفاح طبعا بده يكون طبيعي ما انه مغشوش. بيعالج الكلف. عندك مسامات الوجه وقت بيصير واحد معه حب شباب احيانا بيترك اثر. حب الشباب على الوجه. كمان ماء الزهر بيعالج المسامات. نعم. مسامات الوجه. نحن قبل ما نكمل بموضوع العلاج نحن معنا صور، يمكن هيدي صورة الكلكة اللي ذكرتها يتم من خلالها استخراج الزيوت سواء ماء الزهر او ماء الورد. تماما بنفس هيدي الكلكة. ايوه كلكة بيتم استخراج المادتين. استخراج ايوه طبعا. طيب وخل التفاح. خل التفاح بيتم تخميره، تخميره بواسطة براميل. نحن هلا عم نتابع هيدي الوردة بيتم استخلاص منها. هذا ماء الورد. ماء الورد. ماء ورد. هذا ماء الورد. هذا من النيساني، يعني ورد النيساني. حلو. طيب هيدي شو استاذ؟ هيدي هذا القمع مع الكلكي، هذا عملية تقطير. عملية التقطير أثناء بتتم عملية التقطير مثلا من اتجاه الحنفية هون بتكون المي الباردة بتنزل. طبعا بتبرد البخار. ومن الطرف الثاني هون ماء الزهر. هذا ماء الورد أو ماء الزهر بقطر منه. هلا إلى أي حد؟ وتحت بالكلكة تحت شو في؟ هون بسفل طبعا بالكلكة بنحط ماء الورد أو ماء الزهر. بنحط كميات معين من المي حسب نسبة الكمية بدنا نوضعها نحن سواء ماء ورد أو ماء زهر. وبنحط نسبة متساوية تقريبا مع بقلب الوعاء. وبتم وضع على غاز أو على حطب أو كل واحد له طريقته الخاصة. وبتم عملية طبعا عملية استخراج. استخراج. يمكن نحن هلا عم نتابع شكل القنينه. هيدا النوع هاي ممتاز. هاي المواد الزيتيه الموجوده هذا يعني هيدي ما انا مغشوشه، هيدي الطبيعيه. هاي الطبيعيه 100% بتحوي على مواد زيتيه باطراف اطرافها الزجاجة ومن فوق بيكون في كثافه زياده. ايوه حتى بيعطيك اصفرار لون. هلا كثير من الاشخاص بيتركوا له مع زهر، يعني بيبقى ممكن القنينه تبقى عندهم فترات طويله، ممكن هيدا الشيء انه يفقد لها قيمتها يعني بالمعالجه، او كل ما ادمت كل ما عطت فاعليه اكثر؟ لا انا بقيت عندي 3 سنوات عملت عده تجارب، بس اهم شغله تكون طبعا القنينه صحيحه ما مغشوشه مخزنة بمكان عازل. طبعا أهم شيء التخزين. طبعا مواد ثانية مثلا إذا كانت القنينة فيها مواد كيماوية طبعا مغشوشة ما راح تضم 5 شهور 6 شهور أو شهر، مجرد حطيت شيء بسيط منها خلاص يعني هاي الأسانسات بصفي مي فقط. بس تتعرض لهواء أو شيء؟ بالنسبة لا هيدي ما يعني 2 3 سنين ما عندها مشكله، بس اهم شغله طريقه التخزين. طريقه يعني مثل خاصه بزجاجه. ايوه مثل هدول القناني، هدول انا بكفي كنت 3 سنوات 4 سنوات كزجاج. اهم شيء بتكون طبعا التخزين بده يكون عازل، يعني شو طبعا ما بده يكون تحطها انت بمكان رطب او ببراد، او اهم شيء خشب رف خشب او اي شيء. اشعه يعني الشمس؟ لا ما بتتعرض لها. كمان ما لازم تتعرض لها. طبعا تلقائيا بتصفر والمواد الزيتيه الموجوده فيها من دون اشعه الشمس. في ناس طبعا كثير بيحطوها بالشمس حتى تصفر، طبعا بيكون نسبه الزيوت فيها قليله جدا. وقت بيكون طبعا خفيفه طبعا بنسميها يعني بسموها تنوي درجه ثانيه او
طبعا هيدي بدها تطول تغير شكلها او حتى تصفر او يعني مثل عم نلاحظ استاذ انه في شيء لونه اصفر وفي شيء شفاف. هاي اللي في كيف المواد الزيتيه الموجوده عليها. هدول شو هدول الانواع؟ هاد اول طبعا اللتر الثاني هذا خل التفاح لونه الاصفر اصفر خل التفاح هذا طبعا طبيعي 100% من التفاح النوعيه الجيده بده يكون التفاح لونه اخضر ما كل التفاح طبعا بيصير خل التفاح في انواع معينه لخل التفاح طبعا القنينه على اليمين ماء ورد ماء زهر طبعا المواد الزيتيه الموجوده على القنينه هيدي ماء زهر حلو طيب طالما يعني نحن حكينا عن ثلاث انواع اساسيه من ماء الورد وخل التفاح وماء الزهر ماء الورد شو هي فوائده وكيف ننصح المشاهدين يستخدمه؟ ماء الورد طبعا استخداماته بشد البشرة تجميلية علاجاته تجميلية بشد البشرة طبعا بيعالج الإفرازات تاعت الوجه بالإضافة بالإكزيما الالتهابات الجلدية طبعا بيعالجها كمان كيف طريقة الاستخدام؟ طبعا حسب هون حسب نوعية المرض فيك مثلا بيحطوا كمادات على الوجه إذا طبعا وضع البشرة يعني شوي تعبان يعني بتحطها شي نص ساعة ربع ساعة حسب حتى مثلا العيون تحت العيون هالسويداد كمان بيعالجوا هلا دائما في توصيات لما بيتم تطبيق ماء الورد على الوجه انه لازم يكون تطبيق ليلي يمكن اذا تعرض الوجه لاشعه الشمس بيصير في عندنا مضاعفات ثانيه، هل هذا الشيء صحيح او لا؟ لا، بالنسبه لماء الورد بيوقي من الشمس، يعني انت بدك تحطيه على وجهك قبل ما تنطلقي باتجاه مثلا خارج البيت ايوه بيحمي البشره وبعد ما بترجعي اذا مثلا اثر على الوجه الشمس اثرت على الوجه فينك تستخدميه كمان كمبرد للوجه كمبرد يعني للبشره طبعا كمبرد للوجه اما ما له اي تاثيرات سلبيه نهائيا بالنسبه لاشعه الشمس يحبس الطريقه بيحميها حلو طريقه الاستخدام استاذ سمير بكمادات يعني كماده تبلل بماء الورد وتوضع على الوجه هذا الكمادات بيعطيك مشان هو طبعا هو بنشط الدورة الدموية بالوجه نشاط الدورة الدموية بالوجه بيقضي على التجاعيد حلو طبعا هون انت اذا كان في اثر حب الشباب بتستخدمه عن طريق المادات في احيان حب الشباب بيترك اثر وهالاثر هذا بيطول فتره زمنيه منيحه بجوز يروح بجوز ما يروح هذا بدك تستخدم له كمادات حلو والمده الزمنيه ذكرتها انه لازم تضل الكماده على الوجه يعني شيء نص ساعه كل الفتره الزمنيه كل بده صباح ومساء يعني يوميا يوميا صباحا ومساء حتى انتهاء يعني حتى يتعالج انت هو بيعطي نشاط غير طبيعي للوجه نشاط طبعا يعني بيقوي كريات الحمر ينشط الوجه النشاط هذا بيعيد ترميم المنطقه فاذا هون رجعنا لموضوع انه ممكن الاستعاضه عن المواد الكيماويه اللي ممكن نضعها على البشره باستخدام ماء الزهر طبعا او ماء الورد عفوا ماء الورد طبعا من مئات السنين كانوا يستخدموه السلاطين والملوك لماء الورد كانوا يحطوا وعاء ويغطسوا الحمام فيه ويتركوه بالقصر كان يعطي روائح عطريه وبنفس كانوا يعالجوا في امراض يعني عده امراض كانت تعالج بماء الورد حلو إذا بننتقل لموضوع ماء الزهر نحن دائما بنعرف انه الاطفال المغوصين اللي معهم مغص دائما بيعطوهم كميات يتم تمديدها بالماء وبيعطوا اياها للطفل، خلينا نحكي اكثر بموضوع ماء الزهر وشو ممكن نستخدمه نحن كطرق علاج. فينا مشان التشنجات وقت بيكون مثلا طفل معه مغص طبعا بيعطوا كان سابقا يعطوا اليانسون هذا بيعطوا ماء زهر. طبعا بده يكون طبيعي طبعا هذا يعني اذا ما طبيعي ما بيستفاد لا الطفل ولا اي انسان من العلاج. طبعا التشنجات كمان المعده يعني بشكل عام التهاب الامعاء يعني بيعالج الجهاز الهضمي كماء زهر طبعا بيريح الامعاء بشكل غريب يعني وطريقه استخدامه بالنسبه للاشخاص
الكبار يعني ما ليس للأطفال؟ والله لك في طبعا ناس كتير بتاخده مع مي فاترة الصبح، معلقة مع مي فاترة صباحية صباحا بيريح الأمعاء بشكل حلو. يعني هذا ينصح باستخدامه بحالة طبيعية؟ والله أنا بستخدمه بشكل يومي يومي تقريبا يعني ملعقة يعني. ما حتى يعني بشرايين القلب بريحة يعني أحيانا بصير تقلصات بالشرايين، هو بريحة بشكل شرايين. هناك وصفات مشابهة لنفس الموضوع اللي عم تحكيه، ولكن بخل التفاح، يعني بيكون يمكن كاسة مي فاترة مع ملعقة خل تفاح، هذا الشيء أنا كمان بذكر مفيد. هذا مها للشحوم، حرق الشحوم يمكن شيء له طبعا. علاج خل التفاح يعني شيء لازم ما يخلى بيت منه نهائيا. يعني خل التفاح له فوائد كثير. اول شغله عندك بنظف المثانه البوليه من الصدأ. يعني ثاني شغله البكتيريا والفطريات بيقضي عليها نهائيا، طبعا اذا مع الواحد بكتيريا او فطريات، علاجات جلديه. كيف بيتم استخدامها في الحاله؟ يعني كمان كمادات؟ لا هي ما كمادات، هي طبعا عن طريق المنطقه المصابه بقطنه وبدهن المنطقه، يعني مسح المنطقه المصابه بالفطريات. بعدين بخفض نسبه الكوليسترول بالدم طبعا عن طريق شربه. كمان نفس طريقه ماء الزهر؟ هذا كيف طريقته؟ مثلا الصبح انت بتاخذ معلقة ونص بتحطها بوعاء ماء طبعا بيكون ساخن هيك فاتر يعني، وبتحط طبعا تتناوله قبل الطعام بساعة. بتحط انت معلقة عسل صغيرة، يكون العسل ما انه مغشوش طبعا مشان حماية المعدة. وبيشربوا عريق، بس ما بيجوز الواحد ياكي قبل ساعة من تناول يعني. هي مثل عملية تنظيف للجسم وحرق كل للدهون. الدهون بما حتى بتخفض نسبة الكوليسترول بالدم. استاذ سمير، اغلب الناس بتستخدمه بطريقة انه خل التفاح مع ماء، ليش شو الهدف من العسل؟ العسل مشان المعدة، خل التفاح فيه مواد كيماوية قوية جدا ممكن يأثر على المعدة. وانت ما فينك تشربه بشكل يعني من دون خلط ماء. يعني الهدف هو من العسل انه هو بيعمل حماية مثلا المعدة. حماية المعدة. معدة مشان ما يعطي اي تأثير سلبي على المعدة. طيب في ناس بتستخدمه للعسل مثلا على الريق بصير في وجع بالمعدة، ليش؟ الوجع لما بيكون في حبيبات بالمعدة، تقرحات. يعني بالاساس المعدة اللي فيها مشكلة ما بيصير تاخذ العسل على الريق. لا بتاخده هو طبعا، فينك تعالج انت المعده عن طريق العسل. طبعا في العسل والريحان، طبعا حب الريحان الاسود اللي بسموه المستدير. تاخده انت الحب الاسود بتدقه على شكل مثل بهارات او مثل قهوه ناعم، وبتاخده على الريق قبل الطعام نص ساعه. هذا بيأثر بشكل غريب على التقرحات الموجوده بالمعده. بعد منا بيستخدموا ماده الطيون. الطيوني انتو بيختم التقرحات، بيقضي عليها التقرحات. طبعا في اعشاب كثيره لها فوائد كثيره، وفي بدها فتره يعني ساعات يعني ما بيخلص الحديث حول الموضوع هذا. يعني خاصه ليش ذكرنا وركزنا استاذ سمير على موضوع المعده، لانه اغلب اهالي الساحل السوري في عندهم من مجال موضوعه المعده، لهيك انه من خلال حديثنا عن الزيوت العطريه خل التفاح يفيد المعده، ولكن طريقة استخدامه هي بكوب ماء، ملعقة ونصف من خل التفاح وملعقة عسل مع بعضهم. ايه مشان ما يأثر على المعدة. في طبعا هو بنظف الدهون كذا هو الفائدة الأكبر لخل التفاح هي حرق الشحوم. الشحوم طبعا له فوائد، هي الأساسية ربما وأكثر الناس بتستخدمها طريقة. التهاب المثاني، بنظف المثاني البولية من خل التفاح، شو فيها صدأ، بالإضافة بقلل من نسبة تصلب الشرايين. يعني في الاكسده الموجوده بالشرايين بيزيدها. يعني هلا مثل ما ذكرت الوصفات اللي عم تحكيها كلها ركزت انه تكون على الريق قبل تناول الطعام، شو السبب؟ طبعا بعد ما بيتناول الواحد الطعام بيفقد قيمه كبيره من تاثير الماده. يعني بصفي في مثلا المعده فيها
طبعا اكل وهي ما بقت بتعطيها التاثير ما بيكون القوي. في إلا تاثير ما بيكون يعني حتى هذا انت اذا استخدمتي خل التفاح بعد عمليه الاكل ما بيعطيك النتائج نهائيا، بيعطي نتائج بسيطه بسرعه في عمليه الهضم. هاي الشغله. اذا هون اللي بده يتبع حميه او بده يخفف وزنه يتناول خل التفاح صباحا على الريق. بس مع كل وجبه يعني قبل كل مثلا فتره الظهر بدك تاخذي انت خل التفاح قبل تناول وجبة الغداء بساعة. ساعة. وإذا بدك تنزل وزنك بزيادة كمان ممكن بعد تناول الغداء بنصف ساعة يعني. كمان كاسة. لا باذنجانة. نيب بتاكلي بعد الطعام نصف ساعة. بياكل الواحد يعني هاي كمان بتخفض الوزن. حلو. لا ذكرنا موضوع العطرة كمان، شو فينا نحكي عن هيدا الموضوع؟ طبعا العطرة فيها مادة بيسموها زيت بيسموها الفينول. طبعا هاي مركبات الفينول، هاي مواد زيتية، وهالمواد الزيتية طبعا لها تأثير كبير خاصة على الحساسية بالجلد. طبعا الإنسان وقت بيتحسس إذا بيدهن منه فورا الحساسية خلال ساعات بتختفي. بالإضافة فيه طبعا إلى العطرة بياخذ الواحد عطرة قبل الطعام نص ساعة، هاي مشان تخفيض السكر. كيف طريقة يعني العطرة شو كزيت العطرة؟ في منه مقطر، في منه طبعا قليلين جدا يستخدموه كتقطير، يعني انا من بعتقد القليلين بيستخرجها العطرة عن طريق التقطير. بس في منه بتحطها مثل مثلا الشاي. صح. حتى بإبريق. وهي طبعا كل اعشاب ما بصير تغذيها انت، يعني بتفقد قيمتها. بتم غلي الماء بعدين اضافه الاعشاب. لا مش حط الماء، هي اول ما بتغلى بتطفي الغاز تحت وبتتركيها شي ربع ساعه، بعد ربع ساعه ممكن ساعه الواحد ياخذ كوب ماء من مغلي يعني منها. يتم تناولها. طب هلا ذكرت انت موضوع استخراج هذول الزيوت عن طريق الكلكة اللي هي يمكن طريقه تقليديه قديمه، الى اي حد فعلا الناس هلا موجودين عم بيرجعوا لهيدي الطرق التقليديه ويرجعوا يستخرجوا هيدي العطور؟ والله هلا انا شفتها يعني رجعت هالاشياء القديمه رجعت حاليا. يعني هلا نحن بنلاحظ بالعالم كله، يعني امريكا اكبر دوله في العالم، يعني رصدت 200 مليون دولار لبحوث الاعشاب. يعني الصين كمان أغلبية المداوات بالأعشاب. يعني قديما ما كان في لا طب كيماوي ولا شيء، كانت الناس كده تتعالج بالأعشاب. يعني فيها طبعا مواد كيماوي أقوى من المواد الكيماوية يعني العادية موجودة بالأدوية. بالأدوية هلا رجعت من جديد العالم، رجعت على الأعشاب بشكل غريب جدا جدا، وفي عالم عم تلجأ إلى. طيب استاذ سمير، ربة المنزل قادرة تستخرج هيدا الشيء مثلا خل تفاح او ماء ورد؟ والله عزمتها في بتساعدني طبعا، ما بكل الاحيان، يعني في اوقات معينه مثلا احيانا الواحد بيتعب وهي مدرسه بتوع مدرستها. طيب اي ربة منزل قادرة تستخرجه؟ يعني الشغله صعبه بدها يعني معدات كثيره او خطوات لا صعبه؟ لا لا فينا فيه إذا طبعا زوجت الأدوات يمكن. إيه لا هو تقلك ما فينا تحمل مثلا الوعاء يعني لا واحدة أكيد بدها مساعدة. بس في طبعا فينا ما في حدا ما بيقول لك في نابليون له مقولة ما في شيء تحت الشمس اسمه مستحيل. أكيد. يعني كل إنسان وقت بيصمم فينا ينال إذا بده طبعا ما في شيء صعب نهائيا. والإنسان لازم يتعلم كل شيء، ما لازم الإنسان يكون اتكالي. يعني هاي اهم شغله، انا ما بحب الانسان الاتكالي. وما في شيء بيقول لك الكلى داء دواء يعلم من يعلمه ويجهل من يجهله. ما في شيء بيكون من وقت نزل ادم وحواء على الارض اذا خلق يعني مضاد، يعني شيء يعالج اي شيء. فقط نحن لازم نكون نعتمد على نفسنا، ما نعتمد على كل شيء لازم نجيبه من محل كذا او نصنع يعني نستورد كذا او نستعين بدولة كذا، او لازم الواحد يشتغل. وخاصة بيئتنا مميزة وبتساعد على موضوع حتى الاعشاب الموجودة نستثمر هيدي الازهار وهيدي الورود يعني باشياء كثير مهمة وبتفيدنا. يعني هلا انا مثلا مادة مثلا عشبة الطيون موجودة عندنا بكثافة عندنا بالساحل السوري، هي بتعالج امراض شيء 20 مرض، يعني احنا ما حد بيستخدمها.
شوفوا شو هاي عشبة الطيون، شو بدنا نستفيد في النبات؟ كيف بتم استخدام عشبة الطيون أستاذ سمير؟ هي بتعالج المعدة، بتعالج الأمراض الجلدية كافة. طريقة استخدامها هيك بالغلي بشرب أحيانا؟ والله أنا أحيانا كنت استخدمها بالغلي، بغلي بشرب، بس طبعا هي كترتها بتعمل مادة تسمم، فيها مادة تسمم، إذا بدك تاخذها بكميات كبيرة ممكن تعمل لك إشكال صحي. لازم يكون في دراسة يمكن. إيه في، لا بدك تاخذها بكميات قليلة، ما في كميات كبيرة. مثلا عندك الكينا، الكينا من أفضل أدوية معالجة الجيوب والرشح والزكام. الأغلبية من هذه النباتات بيتم مثلا غلي الماء، وضعها تخميرة، شربة يعني، بس هاي ما بس بشكل عام، بس تغلي المي بدك إجباري تطفي الغاز مشان ما تفقد المواد الزيتية. عندك مثلا الكينا، الطفل دون الست سنوات بيعمل تقلص رئوي، المرأة الحاملة كمان بيعمل معها مشكلة، يعني في اعشاب طبعا اذا مساوي، يعني ما بيصير انت اعشاب كثيره صحيح، ولكن في، بس ما بيصير انت تاخذها مثلا بيجي واحد بيقول لك والله هالعشبه بتفيد كذا، بس شو اذا مساوي؟ لازم يكون في اذا دراسه علميه، يكون في درايه بهيدي المساوي، كان بدي يعني حتى تعرف شو اذا مساوي وشو اذا ايجابيات، يعني من ناحيه معالجه الامراض. نعم، ما بيصير ناخذها نحن بشكل عشوائي. نعم، يعني حلوة غدير، الواحد العودة للطبيعة مرة تانية، نرجع يمكن صرنا بحاجة انه نرجع ندخل على جسمنا مواد طبيعية، صعيد عن المواد الكيماوية والادوية، في كتير طبيعتنا غنية بهيدي المواد نحن بنستغلها. بدي شكر وجودك معنا المعالج سمير شكو، شكرا لك وللمعلومات اللي عطيتنا اياها. شكرا للمشاهدين جميعا، اهلا وسهلا فيك استاذ سمير، نتمنى لك التوفيق، وان شاء الله هيك تصير ثقافة الاعتماد على الزيوت العطرية وعلى النباتات الطبيعية هي ثقافة رائجة، وخاصة بيئتنا كتير مميزة وغنية بهذه النباتات. شكرا لوجودك معنا، ونتمنى لك التوفيق، اهلا وسهلا فيك.